يا إنسان يا إنسان يا إنسان يا إنسان محاصر يهموم البوه ضبا ظلام حلم مسجون موجع بخداع الغير عواصف الليل وليل الخوف وخوف مجنون ليل الخوف وخوف مجنون يا إنسان يا إنسان يا إنسان يا إنسان يا إنسان تجاري الدنيا وقدرك كان بتلهس ما مطاردك زول متابعك ظلك المجنون مطارد ظلك الغدار مطاردك ظلك الجوار شمال ويسار يا إنسان يا إنسان يا إنسان يا إنسان عيونك لعيوب نتخون عيوبك عن عيون الناس تزين الصون عدونا ما عدوك بلا عدو الإنسان عدوك شيطان عدوك نفسك الجوار اولا بتفادى يا جماعه نحن بالضروره نعمل اجتماع. الاجتماع ده تنبثق منه لجنه لمكافحه شنو الخطر الداهم على القريه. المساله دي بعد ما بيسكت عليها والله يا اخي رب. انا افتكر انه يعني فعلا المساله دي بقت مساله صعبه جدا. يعني يا حاج تعرف اي زول في الحله دي غنمايته ماتت كان سبب الرضي. ايوه اي زول بيت وقع كان سبب الرضي. ايوه اي زول زراعته حرقت الرضي سبب الرضي. انا الرضي ما دخلني السجن. كيف انت؟ كيف انا ما شفت قروش من البنك وزرعت طماطم ذكر وقال كده الطماطم تبارك الله ظهرت بس كان جاني ماشي الدل اول ما مرت النظاره قبب طلع النظاره طلع النظاره والله لما طلع النظاره زول ليش عينه دي ابو جل قول قول دول خطر. أقرب قال لي شنو كان جاي لك دي قال لي حاج مجذوب قلت لي قال لي إن أقول لك هاي قلت لي قال لي حوشتك دي زارع طماطم ولا فارشة فركة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. أقول تاني ما جيت لي جيت تبقى الصلصة. لا حول ولا قوة. لا صعب. صلصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواننا راكم شنو؟ إخواننا ما دخلنا ناكل. أشرب. الشاي ده كفات. أفتكر إنه الموضوع ده المفروض نحله حل يعني نهائي. أنا وسني. طيب وشني نحن نجتمع كلنا يا اخواننا ايوه ونمشي يعني نجتمع كلنا ونطلع بقرار واحد. انا افتكر القرار ده انه نطرده من الحله بس انا وشني هذا القرار وطوالي طرد طرد مباشر اي بدون عوده ياخذ الكرت الاحمر يحال لاي حته تانية. هذاك شايفه دبايه هو بسم الله ان شاء الله ما يطلع الضغط. السلام عليكم. لا حول ولا قوه. السلام عليكم. يا جبل الابريق اجانا كيف الاحوال؟ الله يبارك فيك. شكلك كويسين. ده كله اكلتوتو؟ الحله كلها كانت بتاكل معانا هنا. انا ناجي كلها قاعده. والله انا قلت يكون عندكم مناسبه ولا حاجه. اعوذ بالله. عندنا اي مناسبه. وده منو ده؟ ده منو المركبنا يا استاذ الطبق ده منو ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الرضا اخوي هوي. نحن قرارنا واضح وصريح. وقبال ما تطلع نظارتك دي احسن نقول لك الملخص بتاع الاجتماعات. وملخص الاجتماع الرضي مخرجات الاجتماع غرر الاجتماع بعد مداولات شديدة جدا خروجكم من هذه القرية مباشرة انت واهلك.
لأن عينك دي والله بأمانة يعني عملت عمال صعبة في الحلة بصراحة. أنتوا لسه في خزعبلاتكم وأوهامكم الفارغة دي؟ دي ما خزعبلات يا الرضي، دواقع. أيوة دواقع يا الرضي، خير دليل راصدة وسني لحد هسه أنا مصدع يا الرضي. صح لحد هسه. لا مو صح، وراس ولا بوبينا لا حول ولا قوة إلا بالله يا الرضي. يا أخي الرضي ما معقول يا الرضي، خلاص حتى انت قمت علي بنخرينك الكبار شاصف الهوى ده كله مننا. لا اله الا الله. دم قرضك قرضك يا مجذوب. شكلك على الله تضحك تضحك يا سيرج الحي الاحتياطي. لا اله الا الله شكلك على الله. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. دم لوايع. لا اله مغص دم دم جاي والله يجلس مغص عشان تعرفوا حالتي. ما طلعت النظر. لا لا لا. السلام عليكم يا ابو شباب، وين انت؟ احنا واقفين قدام بابكم. هاي معايا العريس اللي كلمتك بيه على قال تعال افتح لنا الباب سريعه يا عليك. هاي انت متاكد يا بدر كلمت انه انا العريس؟ ليه كده بيناتنا ما في سلام؟ سلام الله سال ما في بيناتنا. ليه بيناتكم مشكلة يعني؟ ما في أي مشكلة، لكن بس شكل ساي كده ما بدي. ما بريدك؟ ما بريدك. لكن هو براو. أنا ما شغال أساساً بناس حلكم الوهم. ده براو وده براو. ده زواج. السلام عليكم. السلام. الله يبارك. يا عادي. الله يسلمك. أنا يا بدر. إن شاء الله كويس يا. الحمد لله. كيف حالك؟ عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. ايه بدو؟ خير؟ ان شاء الله. لا باشمهندس خالد اتكلمتك بيه. بدو اخذ زيك زيك سحار. خلي التخلف يا عادي. ايه اللي سحار وبعات؟ ما في داعي للاهانات. لاخر كلام بي. انا كرهت حياتي، كرهت حياتي وحاخلي لك الحله دي يا ابوي. كتر خيرك كتر خيرك يا خالد، ما دام ولدي اخر زمن بقى ينهرني. فاض بي يا ابوي، فاض بي، انا اللي متين حاعيش في الحاله دي؟ ها؟ ناس الحله، ناس الحله اكلوا لحمنا يا ابوي، اكلوا لحمنا. لحد ما تقتل وهم. وهم؟ وهم كيف يا ابوي وانت الليله دي بس الليله؟ لجنت ثلاثة انفار، لجنت ونعديل كده. برضه وهم. فهمني، فهمني يا ابوي وهم كيف؟ ما عارف، ما عارف. بس وهم. الموضوع ده مدور من زمن جدك، أما دي ساكلون في حاجات كده غريبة. وهم برضو وهم. لكن معقول يا أبوي البتقال ده كل وهم؟ البتقال ده وهم؟ يا أخي ذا المواهيم الواحد فيهم خياله أوسع من الثاني، الواحد عقله قدر السمسمة، المعنى بيجيب الخزوع بلاد دي من وين؟ يا أبوي يا أبوي أنت بشهادة الجميع سحار، أقرب الناس لك بيقول عليك سحار. سحار يعني شنو؟ يعني عينك حارة، اي حاجه تعجبك بتلجمها. كان حد حاجبني اكتر منك؟ ما عارف، لكن انا يا ابوي محتاج لي تفسير، محتاج لي تفسير. وانا ما عندي تفسير. معناها يا ابوي انا حخلي البلد دي. انت حر، اتفضل طوالي امشي، انا ذاتي ما ادرك في بيتي ما دام شايف ابوك سحار. بس اتذكر حاجه واحده، إنك ظلمتني. أنا خلاص يا بدر قررت أسافر بكرة، قررت أسافر. ده ما حل، ده هروب، لازم تواجه مشكلتك. أواجه مشكلتي؟ ها؟ يا أخي دي بقت مشكلتي مع الناس كلها، مشكلتي بقت مع الناس كلها يا بدر. والله ما عارف أقول لك شو. أنا مشكلتي بقت مع أبوي، مشكلتي بقت مع أبوي ومع الناس كلهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كده نمشي نصلي وبعد ذاك نشوف اللي بيحصل شو. الله أكبر الله أكبر.
لكن انا ما سحر، والكلام ده لو قاله اي ذو خلافك انا كنت وصلت على الشرطه. يا رضي الرضي انا بسحر وانت بتسحر، واي زول بسحر الا من ذكر الله، وده بينص الحديث. انت قصد شنو بالضبط؟ قصدي اللي حصل منك المره الاخيره في الحله وخلى الناس خايفين ومفزوعين، عندك له تفسير؟ اعتبروه من خوارق العادات. خوارق العادات معلومه، المعجزه والارهاص بيحصل الانبياء والمرسلين قبل وبعد البعثه. خلاص اعتبروها كرامه. كرامه. اخر مره يا الرضي صليت معاي في المسجد بيتين. قريب سنتين ثلاث. كرامة. الكرامات بتحصل للصالحين المتبعين السنة. اللي بيحصل لك يا الرضي ده واحد من أربعة، يا إما استدراج، وده بيحصل للكفرة والفاسقين والعياذ بالله، ولا دجل، ولا شعوذة. يا شيخ يا شيخ والله ما للدرجة دي، ما للدرجة دي يا أخي. ذي الناس مواهيم، أنا قمت الوهم ده زدت موية بس، قلت أوظف الوهم ده لمصلحتي والمسألة اتطورت بالضبط كده. دي مداخل للشياطين يا رضي، دي مداخل للشياطين. وبعدين استغفر ربك، استغفر ربك يا رضي، وسع أمشي توضى ويلاك معايا المسجد عشان نصلي، واشكر ربك كثير يا رضي، اشكر ربك. استغفر الله العظيم. مبروك شيخ صالح، حل لك كل مشاكلك يا اخي. يديك العافيه يا بدر يا اخي، شكرا لك يا اخي لوقفتك معي يا اخي. على شنو؟ على الله يبارك فيك. شكرا لك يا اخي، شكرا لك. الله يبارك بس فيك. والله يا بدر بس عندي مشكله صغيره كده. ثاني؟ لا يعني ما يعني حاجه بسيطه يعني، هي اساسا ما مشكله يعني، لكن يعني طيب قول قول. حقيقه يا بدر يا اخي، انا فكرت انه اتقدم ليد بيت شيخ صالح. ده الكلام. اي مبروك مبروك مقدما. الله يبارك مبروك مقدما والله. الله يبارك فيك يا. لكن يا بدر يا اخي، داري اسالك سؤال. تفضل. انت الوحيد اللي كنت بتدخل بيتنا، ما كنت بتخاف؟ بالعكس. أي. كنت بكون في منتهى السعادة والشجاعة. كيف يعني؟ مما أدخل بيتكم بكون في حالة تسبيح دائم، يعني عامل أنتفارس. يا إنسان يا إنسان يا إنسان يا إنسان يا إنسان، بلا إحساس يغافلك عن طريق الحق، عن طريق ضعيف وسواس، ضعيف وسواس يخادعك بهرج الأيام، تفوز بالكاس يدور الكاس، تفوز يدور يدور كاس الموت، كاس الموت يدور 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 كاس الموت يسقي الناس.